يسعد صباحكم، أهلا بكم إلى مشوار جديد من فلسطين هذا الصباح. اليوم الاثنين 8 تموز، وهذا مشوار آخر جديد يحمل كثير من المواضيع. برفقة فرح الشوا، سعد صباحك محمد، صباح الخير لكل مين بتابعنا. صباح جديد، يوم جديد، ولقاء جديد بتجدد فيه تفاؤلنا وطاقتنا الإيجابية، ودائما نحن على أمل أنه مشوارنا الصباحي يحمل لكم كل ما هو جديد وممتع. شباكنا الإيجابي، شباك جديدة هاي بس منيحة. طيب خلينا نتابع سوية أبرز ما تحمل جولتنا الصباحية لها اليوم. في أولى مواضيعنا لهذا اليوم رح نتحدث عن حملة الألف، هذا بالإضافة إلى إطلالة خاصة من سلفي تحديدا من الزاوية مع الزميل محمد شتي اللي رح يعرفنا أكثر على موهبة تعنى بالرسم وبالحفر على الخشب، وهي الفنانة أفنان أحمد. بكل تأكيد، وقبل كل ذلك رح نكون في حالة الطقس وجولة مع الصحف المحلية وكذلك جولة مع الصحف الإسرائيلية، ابقوا معنا. من جديد لكل من انضم لنا في فلسطين هذا الصباح، نستهل هذه الجوله بصحيفه الحياه الجديده والعنوان الرئيس على اولاها، تصريح لدوله رئيس الوزراء دكتور محمد شتي الذي شدد على عمق العلاقات الفلسطينيه الاردنيه واهميتها في استراتيجيه الانفكاك عن الاحتلال. نتابع وإياكم من صحيفة الحياة الجديدة، والملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً. إلى خبر آخر من صحيفة الحياة الجديدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور صائب عريقات طالب بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال، وجاءت مطالبته هذه للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشالت. نتابع وإياكم من الحياة الجديدة والخبر الأخير الذي نتوقف معها، الاحتلال يواصل التنكيل بالعيسوية ويمارس عقابا جماعيا ضد أهلها، أيضا جرف أراضي بالأغوار والمستوطنون اعتدوا على مواطنين في الخليل وأعطبوا إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية في عورتا. من الحياة الجديدة إلى صحيفة الأيام، وأيضا نقرأ من الصفحة الأولى بعيدا عن التكرار تحديدا من العاصمة اللبنانية بيروت، وانطلاق أعمال الملتقى الشعبي العربي بمشاركة فصائل فلسطينية ووفود حزبية عربية. جاء هذا الملتقى تحت شعار متحدون ضد صفقة القرن، وكان بمبادرة من منظمة التحرير الفلسطينية. إلى خبر آخر من صحيفة الأيام، وتصريح السفير البريطاني في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن تحديدا الذي قال إن رئاسة ترامب قد تتحطم وتحترق وتنتهي بوصمة عار حسب تصريحه، وقال أيضا أن ترامب وإدارته غير كفؤين وأدائهما معطل بشكل غير مسبوق. أيضا من واشنطن نقرأ، مؤتمر اتحاد رام الله الأمريكي يندد بسياسة ترامب المنحازة للاحتلال، وكان قد أنهى الاتحاد والمنظمة الأمريكية الفلسطينية الأكبر في الولايات المتحدة أمس أعمال مؤتمره 61 الذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن. نتابع وإياكم من صحيفة القدس، وجمعية استيطانية تعلق أعلاما فلسطينية في شوارع الضفة، واتضح ذلك بأنه تحذير من البناء في مناطق جيم كما ذكرت القناة العبرية 12. أيضا من صحيفة القدس، 136 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة وتحذير من تصاعد اعتداءات الاحتلال على المقدسات. وأخيرا وعلى الصعيد الدولي، إيران تعاود تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق النووي، وهددت بالتخلي عن تعهدات أخرى خلال 60 يوما، وردود الفعل كانت متباينة. كانت هذه أبرز الأخبار في الصحافة المحلية، بعد قليل الزميل فايز عباس يطلعنا على أبرز الأخبار في الصحافة الإسرائيلية. يسعد صباحكم مرة أخرى من جديد، وماذا كتبت الصحف الإسرائيلية وتفاصيل أخرى أيضا في الصحافة الإسرائيلية مع الزميل فايز عباس. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير فرح، صباح الخير محمد، صباح الخير للمشاهدين. العملية الفاشلة في قطاع غزة التي قتل فيها الجنرال في وحدة، أهم وحدة في الجيش الإسرائيلي، نشر التقرير بالأمس لكن لم ينشر كاملا وإنما بعض الأمور، وتبين أن هذا الجنرال قتل برصاص قائد الوحدة.
طبعا هذا يتصدر عناوين الصحف الإسرائيلية تقارير يعني واسعة جدا حول هذا الموضوع، وعلى الرغم من ذلك ولم ينشر كل التقرير وإنما بعض الأمور من التقرير. طبعا الجنرال الذي قتل يدعى ميم، حرف الميم بس عطول، لأنه ممنوع نشر لا اسمه ولا صورته، لكن هو مش يهودي، وطبعا كما نشر في الخارج خارج البلاد هو درزي. وحسب ما نشر ما سمح فيه من نشر، قائد الوحدة وهو الذي قام بإطلاق الرصاص على وأطلق الرصاص على مجموعة، وكان يعلم الجنرال الذي قتل أنه حاول التمويه، ولربما حاول الهرب لكي يتمكن زملائه من اتخاذ موقف معين، وفعلا هذا ما حدث، أطلاق رصاص. وحسب التقرير قتل 3 أو 4 أشخاص من الأجهزة الأمنية لحماس، وتمكن سلاح الجو الإسرائيلي من طبعا. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. إذا فرح، جولتنا متواصلة، وأول فقرة من فقراتنا لمشوارنا الصباحي لهذا اليوم رح يكون من غزة، ورح نتحدث عن تعليم السباحة للأطفال طبعا لمواجهة حالات الغرق المتكررة، سواء طبعا هون عنا في الضفة، وفي الفترة الأخيرة كان العديد من الحالات، وآخر 3 حالات للأسف تسببت بوفاة للأطفال. طبعا ناهيك عن الإجراءات اللي لازم تكون متوفرة من إجراءات الأمان والسلامة، وكذلك توفر المنقذ دائما وبشكل رقابي حقيقة لازم يكون مضاعف عن الحالات الثانية بالنسبة لغير الأطفال. ولكن عموما هذا الموضوع نتحدث به من المحافظات الجنوبية مع الزميلة خولة الخالدي في هذه الفقرة، نتابع. يسعد صباحكم زملائنا الموجودين بالاستوديو. شكرا جزيلا للزميلة خولة الخالدي على هذه الفقرة، ومنها إلى محطة أخرى نتحدث فيها عن الهدايا من القلب، وهي التبرع بالدم تحت شعار دمي من دمك. انطلقت حملة الألف متبرع بالدم. نتحدث أكثر عن تفاصيل هذه الحملة اللي طبعا تنطلق هذا العام بالتزامن مع اليوم العالمي للمتبرع بالدم، وتستمر على مدار شهر أو أكثر، وتختتم بفعالية مركزية في نهاية هذا الشهر في مدينة رام الله. نتحدث أكثر مع لينا مناصرة، مديرة بنوك الدم في المستشفيات في وزارة الصحة. يسعد صباحك. يسعد صباحك محمد. يسعد صباحك فرح، وسماع صباح مستمعينا جميعا إن شاء الله مشاهدينا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا لينا. يعني هاي الحملة مش أول مرة بنشوفها، تقريبا عم نتحدث عن ثقافة وعن تقليد سنوي عم بيكون موجود عنا. تحدث أكثر عن تفاصيلها من ناحية الموعد وعدد المشاركين أيضا والمتبرعين. بداية كما ذكر الأخ محمد، حملة الألف متبرع كانت إحياء لليوم العالمي للمتبرع بالدم، الذي نقوم نحن كإدارة عامة للخدمات الطبية المساندة في كل عام بالاحتفال. صحيح أن الحملة هي انتهت ووصلت العدد المطلوب من المتبرعين، ولكن إحنا دائما نحاول أنه نبني ثقافة في المجتمع بأنه دائما يكون في عنا تبرع بالدم، والمتبرعين دائما يتوجهوا لبنوك الدم في المستشفيات أو حتى لبنك الدم المركزي. بالتالي لكل من يود التبرع، خلينا نتحدث مع المواطنين قليلا بشروط التبرع، كيفية التواصل معكم، بإمكانية القيام بهذا العمل بأي وقت خلال السنة. طبعا احنا دائما بنركز على انه مراكز التبرع بالدم في رام الله، مركز بنك الدم المركزي هنا، كمان انه نرى الحضور الفلسطيني بعيون عربية، خاصة من ناحية الأدب والثقافة والفن، الرواية العربية بشكل عام كيف تتعامل مع فلسطين وكيف تصفها. بوجودك هنا انت عم تحملي رسالة مهمة جدا بالنسبة لنا كفلسطينيين، وبهمنا كمان انه نعرف تفاصيلها. نعم، فلسطين يعني احنا ولدنا وهي في البال،